بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الفيديو رقم 10 من سلسله السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس. خلال التسع فيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعه من الخطوات بتاعه السيستماتيك ريفيو. بدانا ان احنا نجيب سؤال بحثي، نعرف نوع الريفيو، وبعد كده نعمل البيكو بتاعتنا علشان نكون سؤال بحثي بشكل صحيح. بدانا ان احنا نعمل حاجه اسمها سيرش استراتيجي، ونبحث بالاستراتيجيه دي على اكثر من داتابيس علشان نوصل لعدد اكبر من الدراسات ويكون البحث بتاعنا بشكل صحيح. بعد لما بحثنا عن الدراسات بدأنا ان احنا ننزل الدراسات ونعمل لهم حاجه اسمها سكرينينج او فلترنج، ان احنا نقرا التايتل بالابستراكت بتاعهم وبعد كده نقرا الفول تكست علشان نوصل في الاخر لعدد من الدراسات. واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البريزما علشان نعمل البريزما فلو شارت، واللي هي توضح ايه هي الخطوات اللي احنا وصلنا لها علشان نوصل للعدد النهائي من الدراسات. على سبيل المثال احنا عندنا 10 او 15 دراسه، دول الدراسات اللي هيكونوا ريليتد معانا او الليجبل معانا كانكلودد ستاديز. الخطوه اللي بعد كده بنعمل حاجه اسمها الداتا اكستراكشن، يعني احنا معانا حاليا 10 او 15 دراسه، العدد ده من الدراسات اتاكدنا ان هو هيساعدنا ان احنا نجاوب على السؤال البحثي اللي احنا سالناه في اول فيديو خالص. العشر دراسات دول الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعملهم حاجه اسمها داتا اكستراكشن، او ان احنا نطلع الداتا منهم. طيب علشان تعمل خطوه الداتا اكستراكشن دي بشكل صحيح، لو انت مبتدئ في البدايه تبدا تنزل فورمز موجوده ستاندرد بشكل موجود على الانترنت، هنوريها لكم دلوقتي، مثلا زي الكوكرين فورم. لو انت عايز تطلع داتا من كلينيكال ترايلز لازم تقرا الفورم ده. احنا الفورم دي عباره عن اسئله، الاسئله دي موجوده في الفورم، انت بتقرا البيبر اللي انكلودد معاك وبعدين تبدا تجاوب على الاسئله دي. يعني على سبيل المثال فورم بتقول لك مثلا ايه هو العنوان بتاع الدراسه دي، فتروح واخد العنوان كوبي وتحطه في الفورم دي بيست. السؤال اللي بعده مثلا الدراسه دي اتعملت فين، فتقول له مثلا الدراسه دي اتعملت في الصين والدراسه دي اتعملت في امريكا وتكتب عنوان الدراسه. السؤال اللي بعده مثلا نمبر السامبل سايز، كم عدد شخص كان موجود في الكلينيكال ترايل دي، فبتروح باحث في البيبر تقرا البيبر تلاقي ان احنا ان هم اشتغلوا على 2000 شخص، اشتغلوا على 10000 شخص، بتروح واخد الرقم ده وتحطه عندك في الشغل بتاعك. بعد كده بيبقى في حاجات ريليتد للاوتكمز اللي انت بتحسبها وتبدا تملى في الفورم دي. الفورم دي يا اما بتملاها الوورد دوكيومنتس نفسه او انك بتعمل اكسل شيت بيلخص الموضوع ده، علشان في اسئله كتيره في الفورم ممكن ما تكونش ريليتد بالجزء بتاعك. بعد فتره بعد اكسبيرينس في سيستماتيك ريفيو، بناء على نوع السيستماتيك ريفيو زي ما احنا وضحنا في الاول، بيكون في مجموعه من العناصر الاساسيه اللي انت محتاج انك تطلعها وتعملها اكستراكشن، وبالتالي ممكن تعمل الاكسل شيت بشكل مباشر. طيب الداتا اكستراكشن فورم، خلينا نقول او الداتا اكستراكشن بتتم على مرحلتين. في حاجه في الاول بتكون اسمها الكاركترستكس تيبل، او الخصائص بتاعه الدراسات اللي انت عملت لها انكلودنج معاك. في زي داتا كده ثابته بتطلع في اي ريفيو هتلاقيه، زي مثلا اسم الاوثر، السنه بتاعه الببليكيشن بتاعه البيبر دي، زي مثلا البلد الكونتري اللي البحث ده قام فيها، زي مثلا السامبل سايز، كم شخص كان موجودين في العينة بتاعتك، زي مثلا المين ايج، متوسط العمار بتاعتهم كان ايه، البي ام اي بتاعهم، لو انت اي حاجة كاركترستكس، يعني انت عايز تشوف البيشنتس او السامبلز اللي موجودين معاك في الدراسات دول ايه هي الخصائص بتاعتهم. يعني على سبيل المثال لو في دراسة معمولة في 2002 وفي دراسة معمولة 2023، فمجرد التاريخ بس بتاع الدراسة بيوضح لك ان الدراسة دي هل هي دراسة قريبة او دراسة بعيدة. فمعناها دراسة قريبة فمعناها ان هي حاجات updated، دراسة بعيدة شوية فده معناها ان هي لسه updated. مثلا متوسط الاعمار، المين ايج بتاع الدراسة بتاعت 2002 كان 55 سنة، ولكن المين ايج بتاع الدراسة بتاعت 2023 ممكن يكون 17-18 سنة. فهل كده في اختلاف كبير في الكاركترستكس بتاعت الستاديز عندك ولا لا؟ ده جزء اساسي بيساعد الناس انك تفهم او ان هم يفهموا ايه نوعية السامبل سايز اللي انت تعاملت معها او الدراسات اللي انت تعاملت معها، وهتلاقي الكاركترستيك تيبل ده موجود في اي سيستماتيك ريفيو. طيب التيبل الثاني اللي ممكن يكون موجود في الريفيو ذات نفسه او ممكن يكون موجود في السبلمنتري فايل، التيبل بتاع العناصر اللي انت هتحسبها اصلا في الميتا اناليسيس بتاعتك. يعني على سبيل المثال انت عايز تحسب، زي ما احنا قلنا لو انت بتعمل دايجنوستيك تيست محتاج تحسب حاجه اسمها السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. احنا هنتكلم عن كل انواع الداتا دي بالتفصيل في الفيديو اللي جاي، ولكن على سبيل المثال السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتتحسب بحاجه اسمها ترو بوزيتيف فولس بوزيتيف، الترو نيجاتيف والفولس نيجاتيف،
بتحسب لك السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. ممكن الناس تحس ان الموضوع كبير، ولكن اي حد ريليتد بالميديكال فيلد هيفهم اللي انا بتكلم فيه ده بشكل كويس. وبالتالي الداتا اكستراكشن فورم بتاعك الريليتد بالاوتكمز هيكون فيه الترو بوزيتيف الترو نيجاتيف الفولس بوزيتيف الفولس نيجاتيف علشان تحسب منها السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. هنتكلم قلت لكم على كل انواع الداتا دي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ولكن يعني اللي انا اقصده ان في فورم تاني او في تيبل تاني بيكون مخصص للداتا اللي انت هتعمل بيها الميتا اناليسيس بتاعتك. الفورم ده ممكن يكون موجود في الريفيو، ممكن يكون غير موجود في الريفيو. طيب خلينا نوريكم شويه امثله لسيستماتيك ريفيو اوريدي ببلشد، احنا استخدمناها في الشرح بتاعنا كانواع سيستماتيك ريفيوز، واوريكم التيبلز بتاعتهم بتكون عامله ازاي. زي ما احنا شفنا مثلا ده من ضمن الريفيوز اللي بتتكلم على الدايجنوستس او الدايجنوستيك. فلو قلبنا في الريفيو كده هتلاقي تيبل من ضمن التيبلز واكسترا تيبلز. يعني انا انصح الناس ان هي تقرا اي ريفيو من كوكرين ريفيو علشان بيكون كل المعلومات دي موجوده بشكل مستفيض في الريفيو. فلو قلبنا كده شويه هنلاقي حاجه اسمها السامري اوف فايندينجز مثلا، ده على سبيل المثال دي الريسيرش كويستشن بتاعه البيكو هو حاطه في تيبل. هتلاقي هنا مثلا ده تيبل من ضمن التيبلز بيتكلم على الاندكس تيست اللي هو ام ار اي او الاشعه على البرانين. هتلاقي النمبر في ستدي البارتيسيبنتس الموجودين هنا مثلا النمبر بتاعهم. هتلاقي هنا السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي وزي ما احنا قلنا ترو بوزيتيف والفولس نيجاتيفز ترو نيجاتيفز والفولس بوزيتيف. هتلاقي دي الارقام بتاعتهم والبريفالنس بتاعهم علشان يحسبوا السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. فده مثلا ده تيبل من ضمن التيبلز الموجوده في الريفيو ده. وهتلاقي هنا ده البريزم فلو دياجرام اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. هما وصلوا في الاخر ل 34 ستادي انكلودد في الميتا اناليسيس بتاعتهم. ولو قلبت في الريفيو في الاخر كده هتلاقي كاركترستكس اوف انكلودد ستاديز اوردرد باي ستادي اي دي. هنا مثلا هتلاقي البيشنت سامبلينج ده الفورم عامل لكل دراسه فورم كامل وموجود في الكوكرن بتاعه. ده بيكون زي في السبلمنتري فايلز ومشهوره جدا في الكوكرن ريفيوز. هنا مثلا ده البيشنت سامبل الاندكس تيست بتاعهم الفلو التايمينج كل الحاجات دي كلها. هتيجي تبص مثلا نوتس ايتمز كل دراسه عامل فيها كل التفاصيل. ده الداتا اكستراكشن فورم. فانت مثلا على سبيل المثال لو انت عايز تشتغل دايجنوستيك تيست ممكن تفتح اي دايجنوستيك تيست من الكوكرين ريفيو وتشوف ايه هي الداتا اكستراكشن فورمز اللي هم استخدموها في الاخر دي، وهتلاقي ان هو فيري فيري سيميلر للداتا اللي انت مفروض تطلعها في الشغل بتاعك. لو فتحنا مثلا البروجنوستيك تيست اللي احنا كنا قرأناه قبل كده وقلبنا في البيبر شويه هتلاقي زي ما احنا وضحنا في الفيديو اللي فات دي البريزما فلو شارت مهمه جدا تكون موجوده في اي سيكشن. بعد كده دي حاجه اسمها الريسك اوف بايس هنتكلم عنها برضو. لو جينا بصينا بقى هتلاقي ده التيبل. لو انت بصيت تلاقي ذا بيسك كاركترستكس اوف انكلودد ستاديز هتلاقي اسم بتاع الاوثر هتلاقي السنه هتلاقي البلد هتلاقي نوع الدراسه مثلا دي الار سي تي هتلاقي مثلا النمبر بتاع البيشنتس مقسمه من جزئين هتلاقي الايج زي ما احنا وضحنا هتلاقي الجندر بتاعهم كام واحد ميل والان او اس دي الريسك اوف بايس تول. هتلاقي مثلا هنا التيومر كاركترستكس دي تختلف عن اللي فاتت. هنا مثلا دي التيومر كاركترستكس بتاعته كذا السايز اوف ميتاستاسيس كل حاجه بالمقاسات بتاعتهم. هتيجي تخش مثلا هتلاقي على تيبلز ثانيه ده كله تيبلز ريليتد بالموضوع. وبعد كده دي الميتا اناليسيس اللي وضحها هنا مثلا البولد results اللي طلعت من الميتا اناليسيس بتاعتهم. فده مثال على تيبل. هنفتح اخر ريفيو مثلا الانترفنشن ريفيو. لو قلبت كده في البيبر برضو ده البريزما فلو شارت وضحنا اكتر من مره هتلاقي ان البيز لاين كاركترستكس ادي الكونتري ادي الستادي ديزاين التيومر كان فين النمبرز بتاعتهم الايج متوسط الاعمار السكور بتاع التشايلد بو بتاعهم التيومر سايز كل الحاجات دي كلها التيبل اوف كاركترستكس. فانت لو حابب انك تعمل دراسه ريليتد بالموضوع بتاعك ده هتفتح اي دراسه وتشوف ايه هي الكاركترستكس او ايه هي العناصر اللي هم طلعوها في الفورم وهتحاول تعمل زيها. ممكن تكتب كوكرن اكستراكشن فورم هتلاقي فيه فورم ولكن زي ما قلت هتلاقي فيها مجموعه كبيره من الاسئله ممكن ما تكونش ريليتد بالموضوع بتاعك. فالطريقه اللي انا بستخدمها واغلب الناس بتستخدم الطريقه دي ان هي بتشوف دراسه ريليتد بالموضوع وتحاول تطلع العناصر اللي هي ممكن تكون شايفه ان هي ريليتد بالسؤال البحثي بتاعها. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نشوفكم فيديو تاني. سلام عليكم.